شفتي به، تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات. إذا إخوة الأخوات، كما كتشوفوا في تشوفوا أمامنا أمام الشاشة كاين هذا الجبل، هذا الجبل الذي يسمى هنا بمدينة وجدة جبل العشاق، لأن الأغلبية نتاع العشاق سواء متزوجين ولا مخطوبين ولا غير لي دي كوب اللي دايرين علاقات كيجيو لهنايا من هذا الجبل كيستمتعوا بمناظر ديال مدينة وجدة، لأنه من هنايا أعلى قمة بطبيعة الحال. غادي نوصلوا كما كتشوفوا من هنايا، يعني كاين الغابة، كاين يعني بزاف ديال الناس كيجيو كيستمتعوا بالأجواء هنا في هاد الجهة. كتجيبوا السيارات غادي نوصلوا للبلاصة اللي فين يعني الناس كتشوف، وغادي نصوروا لكم يعني حتى يعني المدينة تما. كاين هنا منتزهات، مجموعة ديال المنتزهات، نتمنى تبارطاجيو معنا المباشر. إذا نحن في جبل العشاق، كلمة كلي ولد بوجدة ما كيعرفوش. نوصلوا للمنطقة اللي كيجيو هنايا، ما قلت لكم الشباب والسيارات. غير شويه محمد هنا، غير شويه عقبه واه عقبه. كما كتشوفوا معنا يعني حتى البلاصه نقيه، يعني شوف دايرين هنايا كيجمعوا الوساخ، كيجمعوا هنا عاوتاني مع شكون اللي دار لهم الحجر باش يحرمهم هذا المنظر وهذا يعني واحد الشيء خطير، هذا الشيء خطير كما قال سامي الحجي. كما كتشوفوا معنا وقفنا هنايا نديروا لهم هاي من هنا مدينة كاملة كتبان كما كتشوفوا معنا، مدينة وجدة كاملة. يعني الناس كتجي كتستمتع هنايا. صافي غير وقف شوية ليش هنا نوريهم، قلت لهم باي باي. تكلمت بوحدها. كما كتشوفوا معنا هاي المدينة كاملة كتبان من هنايا من هاد جبل العشاق بطبيعة الحال. مدينة وجدة كلها كتبان، معليش غير هنايا، هنايا غادي نحاولو نهبطو، نهبطو نصلحو. مدينة وجدة كلها كتبان من هنا كما كتشوفوا معايا هنايا، الناس كتجي كتستمتع، كيجيو لها عائلات، يجيو لي كوبل، يجيو الناس اللي كيستمتعوا بهاد المشاهد. من هنايا المدينة كاملة كتبان، هذا هو جبل العشاق. هي من أعلى قمة كنشوفو مدينة وجدة كاملة. نحاولوا نتحركوا عاوتاني نكتشفوا هذه الجهه هذه وهذه المنطقه. شوفوا يعني كاع هادو جايين هنايا كيستمتعوا بالمشاهد جميله، غروب تاع الشمس بطبيعه الحال. قلت لكم كاين لي كوبل، كاين مهم بزاف. بنات كيجيو اخو تاع الرومبون ولا عاوتاني
شفت هاد المنطقه كي دايره هنايا، ربع المرات كتكون عامره حنا حتى لهاد البلاصه هادي، خصوصا بالليل. بالليل ما عرفش شكون كيجي، المهم بالنهار كيجي ولا في الليل ما عرفناش شكون كيجي. في الليل عاوتاني مشهد اخر، لان في الليل كتبان المدينه عاوتاني في شكال مع الاضواء تاع المدينه، كيكون واحد المشهد اخر اللي زوين بزاف. اذا هذا هو جبل العشاق، غادي نديرو الدوميتور غادي نشوف يبان واش تاع المره بوضوح. كما كتشوفوا مع الجبل ها حنا اكسبري ولينا من هنايا باش يبان لكم، يعني هذا جبل ها هو كما كتشوفوا امامنا جبل، يعني طالعين حنا للجبل دابا. طالعين الجبل، هذا هو جبل العشاق، يعني على قمة ديال هذا الجبل. شوفوها هما الطوموبيلات واقفين، استمتع بالمناظر والمشاهد ديال مدينة وجدة بطبيعة الحال. من هنايا عاوتاني، يعني حنايا رحنا فوق الجبل، ها هو غادي يبان عاوتاني المنظر من فوق من هنا كيدار. شوف هاي المدينة من هنا عاوتاني، هاد الهبطة هادي كتبان. شتو علاش؟ يعني هادي على منطقة جبل ديال سيدي معافر، نهبطو بشوية وتشوفو معنا المشهد كيفاش. هاهي المدينة كاملة كتبان، شتو احنا هابطين بالجبل. هذا سمي بجبل العشاق المحادثة مع جامعة محمد الأول بطبيعة الحال. اللي بغى يجي لهاد البلاصة هادي يدوز مع كلية الطريق تاع الكليات، يوصل للرومبوان يمشي ديريكتوم.